اهلا بيكم. عبد الله بن مسعود بيقول ان الانسان اللي بيحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى بتاتي رائحه الفرج، وربنا سبحانه وتعالى بيكون عند حسن ظنه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي. فثق يا اخي الكريم انك انت طول ما انت بتظن بربنا سبحانه وتعالى خير، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هينجيك من كل بلاء، وربنا سبحانه وتعالى اقرب ليك من حبل الوريد. عشان كده يا اخي الكريم عايزك انك انت تديني تركيزك وانتباهك في لحظات. هعمل لك برنامج ان شاء الله الرحمن لمده 3 ايام بالظبط، هعتمد فيه على نيتك انت وصفاء النيه بتاعتك، كذلك هعتمد فيه ايضا منك على الدعاء وحسن التوكل والالتجاء والتضرع لربنا سبحانه وتعالى. واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. وربنا سبحانه وتعالى ما انزل ده الا وانزل له الدواء. ولكن سبحان الله ربما انك انت بتستخدم طرق علاجيه يا اخي الكريم، عشان كده ما بتوصلش لعلاج السحر. ودايما هتلاقي ان كل الرقاة اللي بينزلوا مقاطع بيركزوا على الجن المسكين اللي موجود في جسمك. الجن ده ربما يكون مأسور في عالم الشياطين، ربما يكون ايضا ليه اقارب مأسورين ايضا في عالم السحر، فانت بتضغط عليه فبالتالي بيسبب لك تعب وبيسبب لك امراض وبيسبب لك مشاكل. وربما ان الشيطان اللي يكون موجود جواك ده بيتبدل مكانه حد، الحد ده هو اللي بيأذي جسمك ويجي خارج، فتيجي انت تستخدم العلاج فتنزله على مين؟ تنزله على اللي مربوط في الجسد، فيجي الشيطان اللي مربوط في جسمك يصيبك بالاذى ويصيبك بالضرر وتخشوا مع بعض في مرحله عناد. هو مضطر ان هو يكون في جسمك وايضا مجبر ان هو يكون في جسمك، وسبحان الله انت ايضا عمال بتحارب فيه. طب ما تسيبك منه وتركز على السحر المدفون، ربما ان السحر اللي بيكون مدفون ده الشيطان اللي موجود في جسمك متعلق بيه بس ما يقدرش يخرج، لازم الماده اللي اتعمل بها السحر تبطل. وانت عشان تعرف تبطل السحر المدفون او السحر المعلق في الهواء لازم تلجأ لربنا سبحانه وتعالى بقلبك. ليه؟ لانك انت ما انتش عارف مكانه فين. بس مين اللي عارف مكانه؟ الشيطان اللي موجود جواك. تصور ان الشيطان اللي موجود جواك ده ممكن يرأف بحالك وممكن يخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويخاف من عقابه، وممكن ايضا ان يكون مجبور على اللي بيحصل فيك ده، وممكن ايضا ان الاذى اللي انت بتتعرض ليه بيكون من الجن الخارجي مش منه هو. فعشان كده عايزك انك انت تركنه على جنب فترة الثلاث ايام وتركز على الجن اللي بيكون في الخارج، تركز ايضا على السحر المدفون، لان بيكون عبارة زي شريحة موجودة في جسمك، ولكن المصدر بتاع الطاقة اللي بيمد الشريحة ديت فين؟ موجود مثلا في مقبرة، موجود مثلا في بحر ماء، معلق في الاشجار، فدايما بيرسل ليك ذبذبات. الذبذبات اللي بتوصلك ديت يا اخي الكريم هي اللي بتتحكم في جسمك او بتصيبك بالضرر او بتصيبك بالالم. وعايزك تعرف ان كل سحر مدفون لازم يكون ليه عقد في الجسم. لازم يكون ليه عقد في الجسم. اوعى تفكر ان السحر ده مجرد مادة كده اتعملت وخلاص، لا، ده بيكون في خيوط وفي عقد بتتعقد لك كل يوم، بيكون في جسم غير جسمك اساسا. الجسم ده اللي بيستخدم فيه السحر وبيرشق فيه السحر وبيترشم زي الرشم اللي انت بتشوفه بالظبط، وبيتعمل فيه اشياء لا يعلم بها سوى الله عز وجل. لكن لعل ان انا في الحلقات القادمه اذكر لك بعض الاشياء ديت. لكن هقول لك على حاجه، دايما السحر اللي بيكون مدفون او السحر اللي بيكون معلق ربنا سبحانه وتعالى بيجعل ليه علامات موجوده في الجسد. فالبعض دايما بيشتكي من الام اسفل الظهر في منطقه العصعص، والبعض الاخر ربما ان هو قاعد والدنيا حر يحس ان جسمه بردان، قاعد ايضا في البرد يلاقي ان جسمه حران، فتلاقي الدنيا معكوسه عنده، ماشي عكس الناس، بتبص تلاقي ان كل حاجه ماشيه معاه العكس. كذلك ايضا ربما ان هو يشم روائح كريهه، او يحلم احيانا بالمقابر، او ان هو بيجري في المقابر، او يبص يلاقي نفسه احيانا ان هو بيطير او واقف فوق شجر، او يشوف ان هو ماشي في وسط جنينه او ماشي في وسط اشجار وفي حد عمال بيجري وراه او حد عمال بيطرده. كل ديت علامات بتدل على ان في سحر معلق في الهواء او سحر مدفون. طبعا العقد اللي بتكون موجوده للسحر ده بتكون عباره عن دبابيس او عباره عن مسامير بتكون موجوده اسفل الظهر، وبتكون ايضا موجوده اسفل الاكتاف. عشان كده لو سالتك سؤال قلت لك انت بتعاني من الام بين اكتافك هتقول لي ايوه لو انت عندك سحر مدفون. هقول لك ايضا بتلاقي شكه في رجلك وانت ماشي هتقول لي صحيح لو انت عندك سحر مدفون. هسالك سؤال اخير، هقول لك ايضا بتلاقي شكه في رجلك وانت ماشي هتجاوبني بنعم لو انت ايضا عندك سحر مدفون. لو سالتك قلت لك الركب بتاعتك بيجي فيها زي نغز كده وضرب بالمسامير، او كان حاجه بتشكك في ركبك، او كان حاجه بتشكك في ظهرك احيانا، او بيجي لك صداع متقطع، او بتحس ان جسمك كله مرهق ومش قادر تحركه، هتقول لي نعم، ودي ايضا من العلامات اللي بتدل على السحر المدفون. فاحنا هنركز يا اخي الكريم، انا كل اللي انا عايزه منك انك انت هتحضر ازازه ميه زي ديت، تمام؟ واعرف ان المعلومات اللي انا بديها لك ديت مش موجوده في اي كتب نهائيا، ولكن هي امور مجربه. وعايز اقول لك على حاجه، شايف ازازه الميه
ديت انت هتخليها قدامك مقفولة، تمام؟ وانا هقرأ ايات قرآنية بعدد معين، هقرأها بعدد متكرر. بعض الشباب ممكن يقولك طب انت ليه بتكرر الايات ديت، ليه ما يكفيش مرة واحدة؟ هقولك لان ربما تكون النية بتاعتي مش موجودة، هربانة يا سيدي. لكن انا لما افضل اكرر الايات اكرر الايات، ربما ان سبحان الله يصادف آية من الآيات اللي أنا بكرها ديت إن قلبي يكون حاضر فيها ونيتي تكون حاضرة فيها وملتجئ إلى ربنا سبحانه وتعالى ومتوكل عليه حسن التوكل، فتنزل بركتها على المية اللي قدامك وإنت هتشوف نتيجة ده بنفسك. المية اللي قدامك ديت إن شاء الرحمن إنت هتستخدمها وهتديها لغيرك يستخدم. خليك تسأل الشخص اللي هيشرب منها سؤال، والإجابة هتكون غريبة جدا هتعرفها في آخر المقطع. ولو جبت أي مياه تانية حطيتها قدامك مش هتكون نفس المية اللي إحنا قرأنا عليها أو اللي إنت حطيت نيتك إن القرآن ينزل عليها. حضر أزازة مية زي ديت يا أخي الكريم وعايزك تتوضى. اتوضيت؟ طب حضرت أزازة المية، حطها قدامك وخلاها مقفولة زي ما هي كده يا أخي الكريم. ضع إيدك عليها واستحضر نيتك. عارف النية؟ النية محلها القلب. أحسن الظن بالله يا سيدي الكريم. اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى أقرب ليك منك من حبل الوريد، أرحم بك من أمك. وأنت كذلك يا حجة، لو أنت قاعدة ومسك الأزازة ديت وحطها قدامك شربيها لأولادك، وحط النية أن ربنا سبحانه وتعالى يحرق السحر اللي مدفون لأبنائك ويدمر العقد اللي موجودة في الجسم اللي مسببها السحر المدفون ده. اعملها لزوجك، اعملها لابنك، اعملها لأخوك، اعملها لأمك، اعملها لأبوك، اعملها لأخوك، اعملها لزوجتك، اي حد اعملها له. صدقني مجربة وان شاء الرحمن هتكون نافعة، وانت بذات نفسك هتجربها، وخلال الثلاث ايام هتكتب ليا كومنت هتقول ان انت شفت رؤية معينة هتشوفها بعد ما تجرب الطريقة ديت. كذلك هتبص تلاقي ان الاماكن اللي كان السحر المدفون ده في عقد او في شرائح محطوطة في جسمك بتيجي تخلي الشياطين تخش جسمك وتسبب لك تعب، هتلاقي ان الاماكن دي اختفى الالم منها نهائيا. مش هيروح الالم دي او يرجع لك تاني او يروح يوم يرجع لك تاني، لا هتحس فيها براحة ان شاء الرحمن. احسن الظن يا اخي الكريم. فوض امورك لله عز وجل. ها فوضت امورك؟ قول ورايا: اللهم اني ابرأ اليك من حولي وقوتي والتجو الى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها رددت وراء الدعاء ده؟ خلي بقى قلبك ملتجئ لربنا سبحانه وتعالى. استمع للآيات القرآنية اللي أنا هقراها ديت وهكررها أكتر من مرة، تمام؟ عايز تغمض عينك غمضها، عايز إنك أنت تقعد تتفرج اتفرج. أهم حاجة إنك أنت أثناء الاستماع تخلي عندك نية ان القرآن اللي بتسمعه ده هو تنزل البركة بتاعته على المية، وربنا سبحانه وتعالى حينزل شفاء من عنده على الماء اللي قدامك ده. عشان بعد ما تستخدمه هقولك على حاجة معينة هتلاحظها فيه، والماء ده هيختلف عن باقي المياه الاخرى اللي موجودة في البيت بتاعك ان شاء الرحمن. وانت اللي هتجاوبني على ده في الكومنتات، واي واحد عمل الطريقة هيجاوبني وهيأكد على صحة الكلام اللي انا بقوله في الكومنتات ايضا. بيني وبينكم الكومنتات لا اكتر ولا اقل. جاهزين؟ طيب ها اتوضيت؟ حط بقى الازازة قدامك وركز معايا واستحضر النية كده ان الايات اللي هتسمعها الان هتنزل نار تحرق السحر اللي مدفون او السحر المعلق، وتفوض امورك لله عز وجل، وبقلبك كده تطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويعفيك من السحر اللي اندفن وتعمل ليك. واديني تركيزك وانتباهك يا اخي الكريم. بسم الله. دلوقتي انا هبدأ اقرأ الايات. لو انت مش متوضي قوم اتوضى وحط ازازة مية قدامك وخليها مقفولة يا اخي الكريم. وبعد ما خلص قراءة هخليك تشرب من المية ديت، وهتفاجأ بحاجة جميلة جدا. وصدقني لو مشيت على الطريقة ديت 3 ايام هتشوف حلم، يعني هتشوف حلم. وقلت لك بيني وبينك الكومنتات اللي موجودة اسفل الفيديو، فركز معايا واديني تركيزك وانتباهك. ها جاهز؟ خلاص حط ايدك على المية زي ما قلت لك واستحضر النية ان القرآن اللي بتسمعه ده نازل على الماء اللي قدامك، نازل على هيئة بركة، نازل على هيئة شفاء، نازل على هيئة نار تحرق أي سحر اندفن وفي خيوط وعقد موجودة في جسمك بتعمل وصل بين السحر ده وبينك وبين مملكة الشياطين وبينك وبين اختراق الجن لجسدك وتسلطهم عليك. قراءة ديت عايزك تجعلها ان هي نازلة كالنار وكالحمم البركانية على كل الشياطين الخارجية اللي بتحب بيك. لان الشيطان اللي موجود في جسمك مسكين غلبان ملوش اي لازمة، هو ضعيف زيك بالظبط، ما هو لو خرج هيتقتل.
في عالم الشياطين هيتنكل بيه، او ربما ان يكون حد من اسرته يعني سبحان الله مأسور لديهم، فانت ما تعرفش ايه القصة. فركز على الشياطين الخارجية. انت ذات نفسك لو تخلصت من الشياطين الخارجية اللي هي محاوطة بيك، وتخلصت من السحر المدفون، اعرف ان الشيطان اللي موجود في جسمك مربوط بيه ده هو مش هيقعد في جسمك دقيقة واحدة. فركز على الخارجي. احنا بيتعطل العلاج بتاعنا عشان دايما بنركز على الجن اللي موجود في جسمك. الجن ده يتعذب ويتألم فيجي شيطان يحل مكانه فترة زمنية محددة. او تعرف ان الشياطين ربما ان هي تكون بتتناوب عليك، وحاطين واحد مسكين في الاخر هو اللي بيتلقى العلاجات بتاعتك، فيخلصوا منه فيجي شيطان جديد. فركز على الشياطين الخارجية، سيبك من اللي في الداخل دلوقتي. اللي في الداخل ده امر ان شاء الرحمن مقدور عليه. هتحضر ازازة مية زي اللي قدامي ديت، تمام، وهتستحضر النية زي ما قلت لك. وايه، خلي نيتك دايما ان الايات القرآنية ديت نازلة كالنار، بذكرك اهوت على كل سحر مدفون، ان الايات القرآنية ديت نازلة كالشفاء على كل عقد موجودة في جسمك، ان الايات القرآنية ديت نازلة كالدمار على كل شيطان خارجي محيط بيك. فركز معايا، اديني تركيزك وانتباهك، سمي الله، استحضر نيتك ان انا استحضرتها، ها استحضر نيتك تاني، فوض امورك لله وقول يا رب وتوكل معايا على الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هنقرأ قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. 71 مرة. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
الرقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم بسم الله يولع السحر بأمر الله يولع كل سحر مدفون بأمر الله يولع كل سحر مدفون بأمر الله وتدمر كل العقد اللي موجودة في الجسد تدمر كل العقد اللي موجودة في أجسامنا بأمر الله تدمر كل عقدة تدمر كل عقدة تدمر كل عقدة في الرحم تدمر كل عقدة في الحوض تدمر كل عقد في الحوض تدمر كل العقد اللي في الحوض تدمر كل عقدة في الركب تدمر كل عقدة في الركب تدمر كل عقدة في القدم تدمر كل عقدة في القدم تفك العقد اللي في اللحم اللي في اللحم واللي في العظم واللي في الدم تفك العقد اللي في الأذنين بأمر الله تفك العقد من العينين بأمر الله تفك العقد اللي في الشعر بأمر الله تفك العقد اللي في العنق بأمر الله تفك كل العقد بأمر الله الواحد الأحد بسم الله بسم الله بسم الله الآية الثانية يا أخي الكريم ركز معي فيها هتقراها 71 مرة أيضا عايزك أنك أنت تخلي أيضا النية أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآية ديت كأنها نار تحرق كل سحر مدفون ليك نار تدمر كل سحر معلق ليك في الهواء نار بتحرق كل شيطان خارجي محبك خلي دي نيتك يا أخي الكريم وفوض أمورك لله بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة
من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون
يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بسم الله بسم الله بسم الله. يولع كل سحر في المعدة، يولع كل سحر في المعدة، يولع كل سحر في المقابر، يولع كل سحر في المقابر، يولع كل سحر في المقابر، يولع كل سحر معلقا بالأشجار. تسلسل كل الشياطين التي تحب هذه الأجسام، تسلسل كل الشياطين التي تحب جسدي، تسلسل كل الشياطين التي تحب جسدي. اللهم اجعل الأغلال في أعناقهم، اللهم اجعل الأغلال في أعناقهم، اللهم اجعل الأغلال في أعناقهم. اللهم صلت عليهم بذنوبهم من لا يخافهم ولا يرحمهم يا كريم. اللهم صلت على كل شيطان معتدي على جسدي من لا يخافه ولا يرحمه يا كريم. اللهم صلت عليهم من يقتلونهم يا عظيم. اللهم صلت عليهم جندك، اللهم صلت عليهم جندك، اللهم صلت عليهم جندك. اللهم انك قلت وقولك الحق وما يعلم جنود ربك الا هو. اللهم صلت عليهم جندا من عندك يا كريم. اللهم صلت عليهم جندا من عندك يا كريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كده انتهينا من قراءة الرقية يا أخي الكريم. كل اللي أنا طلبه منك إنك أنت هتقرأ بس على الماء ده قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله إلى آخر الآية الكريمة 7 مرات وتنفث في الماء 3 نفثات تمام. وهتقرأ أيضا قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال 7 مرات على الماء وتنفث 3 مرات تمام. عايزك بقى تقرأهم الآن، وقف الفيديو واقرأهم الآن الاثنين الآيتين دولت كل آية 7 مرات وتنفث 3 مرات في المية. ها وقفت الفيديو؟ ق
قرأتهم، افترقت منهم، نفست في الماء، الماء اللي معك دي بقى سم الله واشرب 3 مرات من السنة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قل بسم الله واشرب بسم الله. خلصت؟ الشيطان بيشرب بشماله وبياكل بشماله وبياكل وبيشرب مع الإنسان اللي ما بيذكرش ربنا، صح؟ عايزك بقى تشرب المية دي بيدك الشمال وتنود نيتك ان هي تنزل كالحمم البركانية على كل شيطان خارجي وعلى مراكز وعقد السحر اللي موجودة في جسمك. فوض نيتك لربنا سبحانه وتعالى، انو ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الماء ده سبب في شفائك، وان ربنا سبحانه وتعالى يعافيك من اللي انت فيه، وان ربنا سبحانه وتعالى يشملك برحمته، وربنا اقرب لك انت من حبل الوريد. اشرب بشمالك كده الان المية. ها؟ شربت بشمالك؟ المية دي نزلت عاملة ازاي؟ ما نزلتش زي الحمم البركانية في صدرك؟ طب ما حسيتش ان هي زي المية اللي طالعة من تحت الارض فيها صدى وانت بتشربها بايدك الشمال؟ ليه؟ لان العقد اللي موجودة عندك الان بتتفجر في جسمك، وصدقني المية دي مش هتستقر في معدتك اكتر من ربع ساعة. بعد ما تشرب المية دي، عشان ما تقولش ان كل اللي بيحصل لي ده ايحاءات، غط الزجاجة كده تمام، واسقي امك بدهن يمين وخلاها تجرب كده تشرب بقين بالايد الشمال، تشوف الطعم هيكون عامل ازاي. واسقي اي حد تعرفه بنفس الطريقة بالايد اليمين، وبعد كده خليه يشرب بايده الشمال. صدقني هيلاقي ان المية اللي بيشربها بايديه الشمال هيلاقيها كأنها طالعة من تحت الارض، او كأن فيها صدى، او ان طعمها مر مرارة جديدة، وبعضهم هيرجع والبعض الاخر ربما ان هو يسرع لو السحر اللي عنده مدفون. فعشان كده يا اخي الكريم امشي على الطريقة دهية لمدة 3 ايام، وبإذن الرحمن هيجيلك حلم او هتجيلك رؤية خلال ال3 ايام، حاول انك انت تكتبها لي، وحاول انك انت تشغل المقطع ده بجوارك اثناء النوم، تمام؟ لما تيجي تنام حط ازازه ميه ونونيه ونام وشغله بجوارك اثناء النوم يا اخي الكريم، وشوف النتائج المبهره، وشوف الحلم اللي انت هتشوفه عباره عن ايه، وضعه في كومنت اسفل الفيديو. ولما تعمل الطريقه ديت وتجربها مع اي حد تعرفه، اكتب ايضا اسفل الفيديو ايه اللي حصل مع الاشخاص اللي زقتهم الميه اللي احنا فوضنا ربنا سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه وفوضنا امورنا كلها لله عز وجل، ووجهنا نيتنا ان الايات القرانيه اللي انا بقراها دي تنزل على الماء، ونزلت على الماء بفضل ربنا سبحانه وتعالى. انا عندي يقين في كده، خلي انت كمان عندك يقين في كده وجربها مع كل الاشخاص اللي تعرفهم، وضع لي كومنت بيني وبينك الكومنتات، وشغلها جنبك وانت نايم. بس ليا رجاء بسيط عندك، تمام؟ في اليوم الثاني او اليوم الثالث حاول انك انت تقرا سوره المرسلات مع سوره ياسين، وتنفث في اخر شويه ميه هتشربهم قبل نومك، وشغل الطريقه ديت بجوارك وانت نايم، والرؤيه اللي هتشوفها ضعها في كومنت اسفل الفيديو. ركز يا اخي الكريم في البرامج العلاجيه، ما تركزش على الجن اللي جواك، ركز على الجن الخارجي، ركز على الاسحار الخارجيه، اعرف المشكله اللي عندك هي عباره عن ايه، وحاول انك انت تعالجها. وباذن الله هنزل ليك طرق وهنزل ليك برامج لو مشيت عليها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقول لك كلام عن يقين، ما ببيعش ليك هوا، ولا بقول لك مثلا اعمل كذا وهتلاقي كذا، لا، ده انا بقول لك بيني وبينك الكومنتات، بيني وبينك التعليقات ديت اللي ايه الناس بتكتب ايه اللي حصل معاهم، اكتب اللي حصل معاك. بص يا سيدي الكريم، عايزك تمشي بس على البرنامج ده 3 ايام وتكتب ايه اللي حصل معاك، ولو انت مش عارف تشخص حالتك تابع الفيديوهات اللي انا بنزلها، صدقني المعلومات اللي انا بنقلها لك ديت مش هتلاقيها موجوده في كتاب، تمام؟ لكن هي مجربه وعلم انا اجتهدت فيه، والله الموفق. لو عجبك المقطع ده حاول انك انت تدوس لايك وشاركه لاصحابك عشان تعم الفائده، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ليك اطيب تحيه، انا اخوكم يوسف احمد، الى ان القاكم في حلقه اخرى، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.